احد اخواننا عنده معمل ألبسة متواضع، اخ كريم علم انه عنده معمل ألبسة، قال بشتري من عنده على العيد، عنده اولاد ودخله محدود، فدخل لمعمله لمحله التجاري، قال له بدي للولد هذا. انزعج صاحب المعمل، ببيع جملة، هو ببيع 200 دزينة 300 دزينة، شو قطعة قطعتين؟ قال له أنا ما ببيع مفرق. قال له ما تأخذني، بكل أدب انسحب. أقسم لي بالله 33 يوم ما فات لمعمله إنسان، تكبرت أن تبيعه قطعة واحدة أو قطعتين؟ بعد هالدرس ببيع قطعة واحدة وبكل احترام. الله بيأدب، كلمة غلط، كلمة قاسية بيأدب. واحد خبير بالمعامل، بالكمبيوتر للمعامل، فقصة طويلة لكن ملخصة، طلب سعر من معمل، ضغط عليه كثيراً، قال له هذا سعري، أنا مالي بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي، بتحب لأشتغل. أقسم بالله العادة ساعة ساعتين ثلاثة، يوم أول يوم 8 ساعات ما بين معه الخلل، ثاني يوم 8 ساعات، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، سادس يوم، سابع يوم، ثامن يوم، أم وقف طلب إجازة يوم، راجع نفسه، وين الخطأ؟ تذكر أنه قال له أنا مالي بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي، فاستغفر الله ودفع صدقة، باليوم العاشر بربع ساعة انحلت القضية. الله بيأدب. لو أنك تفهم على الله، الكلمة الغلط وراها في تأديب.